مرحبا بكم في الدرس الثالث الخاص بأدوات مونجو دي بي. فأدوات مونجو دي بي هي هذه التعليمات المتواجدة داخل مجلد البين الخاص بهذه التوزيعات لمونجو دي بي. فمونجو كما قلنا في الدرس السابق فهو الشيل الخاص بقاعدة بيانات مونجو دي بي، والمونجو دي فهو الديمو أو خادم الخاص بقاعدة بيانات مونجو دي بي. أما المونجو دامب فهي تعليمة تقوم باستخلاص المعلومات من قاعدة بيانات مونجو دي بي وخلق ما يسمى بالدامب على قرص الصلب، حيث أن هذا الدامب يمكن تمريره لآلة أخرى وإعادة استرجاع محتوى قاعدة البيانات. أما المونجو إكسبورت فكما يدل عليها اسمها تقوم بالإكسبورت لمحتوى قاعدة بيانات ما أو كوليكسيون معينة. أما المونجو فايلز تقوم بتخزين الملفات مثلا الصور أو الفيديوهات على نظام الملفات الخاص بمونجو دي بي المسمى بالجريد اف اس. اما المونجو امبورت فتقوم بعملية الامبورت من مصدر خارجي للمعلومات الى قاعدة بيانات مونجو دي بي، والمصدر قد يكون ملف جيسون او ملف سي اس في. اما تعليمات المونجو بيرف فتقوم بحساب كفاءة خادم المونجو دي بي. أما المونجو ريستور فتقوم بإعادة تحميل الملفات التي تم تصديرها عن طريق تعليمات المونجو دامب وإعادة تخزينها داخل قاعدة البيانات. أما المونجو ستيت والمونجو توب فتعطينا إحصائيات حول الخادم مثلا الذاكرة المستعملة ومعلومات أخرى. لتجربة بعض هذه التعليمات نقوم أولا بالدخول إلى شيل الخاص بالمونجو دي بي هيلب. سأقوم بإظهار قواعد البيانات بتعليمة شيل شو دي بي اس ويوز نود جي اس داتا باس هكذا شو كوليكشنز و دي بي يوزر مانجمنت فيند. فهنالك فقط اوبجي واحد، سنقوم بملء قاعدة البيانات فقط للتجربة. سيرت اي تي هلو نمبر هكذا بلس اي و ايميل بلس ارباس جيميل بوان كوم. فهي معلومات عشوائية لتجربة الأدوات التابعة لقاعدة بيانات مونجو دي بي. فالخطأ أني نسيت حرف T هنا كما تلاحظون، فلقد قمنا بتخزين 1000 من المعطيات داخل قاعدة بيانات مونجو دي بي كما تلاحظون. الآن سنقوم باستخدام هذه المعلومات العشوائية لتجربة الأدوات الخاصة بقاعدة بيانات المونجو دي بي. التعليمة الأولى التي سنجرب فهي مونجو دامب. فمونجو دامب من دون اوبشنز تقوم بعملية الدامب لمحتوى المونجو دي بي
كاملا، أي أنها تقوم بعملية دمب لكل قواعد البيانات والكوليكشنز الموجودة. الآن عند كتابة ls نلاحظ أنه تم خلق مجلد المسمى بدمب، فدمب يحتوي على كل المعلومات المتواجدة داخل قاعدة بيانات مونجو دبي. الآن سنقوم بتفقد تعليمات مونجو اكسبورت. أريد فقط القيام بأحد الأشياء، فهو ما يسمى ب user mgmtl. أوكي. نقوم بكتابة مونجو اكسبورت والأوبشن تيغي تيغي هيلب، فقاعدة البيانات هي نودجيس داتاباز، والكوليكشن فهي أو من دون كوليكشن، أي أننا نريد استخلاص محتوى قاعدة بيانات Node.js Database. و تيري أو فهو نقوم باختيار الجيسون، سنقوم بتجربتها من دون جيسون. connect to في الداتاباز او ماينس ماينس دبي. must specify a collection user mgm tn. كما تلاحظون قد قامت التعليمة باستخلاص كل المعطيات وكتابتها بالأوتبوت. سنسميه مونجو اكسبورت جيسون، مونجو اكسبورت جيسون. كما تلاحظون لقد قمنا بتخزين تلك المعلومات داخل ملف جيسون. مونجو يوز نوت جيس داتا باز دي بي يوزر ريموف، سنقوم بحذفها. دي بي يوزر مانجمنت فيند، نلاحظ انه تم حذف تلك المعلومات. والآن سنستخدم تعليمات مونجو امبورت لإعادة ملء قاعدة البيانات بمحتوى الملف الذي قمنا بتصديره سابقا. db equal node.js database والسي فهي user mgmt app هكذا، والملف فالملف فهو mongo export.json. كما نلاحظ يكتب لي imported، أي أنه تم تحميل 1001 من الأوبجي جيسون. use node.js database db user mgmt و find. كما تلاحظون لقد تم استرجاع المعلومات عن طريق تعليمات المونجو امبورت. الآن ما علينا سوى حذف هذا الملف لأننا لا نحتاجه،
والدخول إلى محتوى الدمب، فهو يحتوي على قاعدتين من البيانات Node.js Database والتست. ندخل إلى Node.js Database ونكتب تعليمة فايل star أو إتوال، فالبعض من هذه الملفات فهي ملفات نصية والبعض الآخر فهو بينار، لذا فإن تعليمة فايل تظهر داتا. بيسون، فالبيسون فهو جيسون بينار خاص بقاعدة بيانات المونجو دبي. حجم فهو 76 كيلو. الآن سندخل إلى المونجو مرة أخرى، الآن سندخل إلى مونجو ونقوم بحذف تست دبي دروب داتاباز تست. Use Node.js database dp drop database show dbs. نلاحظ أنه تم حذف كل قواعد البيانات المتواجدة داخل المونجو دبي، والآن سنقوم باسترجاع قواعد البيانات باستخدام تعليمات المونجو ريستور. دان، فعند كتابة مونجو ريستور فإن التعليمة تفترض أن المجلد دمب فهو متواجد بنفس المجلد الذي يحتوي على تعليمات مونجو ريستور، فكل هذه الأوامر تقريبا لها نفس النمط. فإذا كنتم تريدون فقط استرجاع قاعدة بيانات معينة أو كوليكشن معينة، وجب عليكم تمرير البارامترات الخاصة. هنا أيضا أفترض أن تعليمات المونجو والمونجو دي فهي متواجدة بنفس الآلة، أي أن الكلاينت والسيرفر فهو متواجد بنفس الآلة. إذا كنتم تريدون القيام بهذا الأمر بالنسبة لآلة بعيدة، وجب تمرير الهوست والبور الذي تشتغل عليه قاعدة بيانات المونجو دبي. الآن سندخل مرة أخرى إلى قاعدة بيانات مونجو دبي ونتفقد قواعد البيانات بتعليمات show dbs. نلاحظ أنه تمت استرجاع قواعد البيانات. show dbs use Node.js show collections db users find. كما تلاحظون قد قمنا باسترجاع كل المعلومات عن طريق تعليمات المونجو ريستور. اما تعليمات مونجو ستيت فهي شبيهة بتعليمات طب في نظام اللينكس، أي أنها تعطينا معلومات حول حالة الخادم. سنقوم بشيء
كانت فائدة هذه التعليمات هي أننا سنقوم بNode.js data pass هكذا، ونقوم بdb user remove كل هذه الأشياء. كما تلاحظون في هذا الجدول فإننا حصلنا على الرقم 1، أي أن الخادم قام بحذف أحد المعطيات. عندي مشكل في حرف T. الآن الأنسرت، لقد قمنا بعملية الأنسرت، فمونجو ستيت تظهر المعلومات في وقت حقيقي، أما مونجو توب فهو أيضا شبيه بتعليمات توب في لينكس. مونجو توب أظن أننا قمنا بجولة حول دور الأدوات التابعة لقاعدة بيانات مونجو دي بي. بقي لنا تعليمات مونجو بيرف، فمونجو بيرف تقوم بحساب كفاءة الخادم، وأترك لكم فرصة تجربتها. آمل أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس الخاص بالتعرف على دور أدوات التابعة لقاعدة بيانات المونجو دي بي، وشكرا.